يا منصور ماشي، السجادة عليه يضحك في الآخر، ما خليتك تبكي تم، ما بقاش عشور الصمت. جبان عليه معلم مليان، روح هات السجارة منه. معكش سجارة. بعد ايدك نجيب خبرك. مصيبة تاخدك انت ومنصور بساعة واحدة. حاضر كسول، في حاضر الباشا، انت هتكبر الحكاية وتعملها شغلانة، انا هخش اديله الاكل واقول له كلمتين واشوف نفسه في ايه. نفسه في ايه؟ هو حكم عليه بالاعدام؟ دي قضية شيك بدون رصيد، والنيابة هتفرج عنه الصبح. والصبح؟ ايه؟ ولا مؤاخذة حاضر الصول، الشيك ده بكام؟ احنا عشان نقدر نلمله ونخلصه. وليش عرفني انا كنت نيابي؟ طب ما حاضرة الصول سيبنا ندخله وهو هنسأله هيعرف ويقول لنا اكيد. حاضر، انا هدخله وادخله الاكل بتاعه واسأله واخرج اقول لكم، ياك بقى تفرقونا. فرقونا؟ الحمد لله الحكاية طلعت شيك مش حاجة تانية. ربنا يستر يا سيكا، ربنا يستر اخويا حاكم ألعاب المباحث دي، مفيش اكتر منها. احنا ايه اللي يزنقنا ابن عمي على واحد زي ده؟ ما تيجي نخلع. اصبر يا عم اصبر. بقول لك ايه، خد بقى عناوين الاخبار، شوف الخبر اللي سمعته بيقول لك ان المعلم داخل على عمليه كبيره قوي بالملايين، يعني هينغنغنا وهتعوم مع الكل. لا عم هو كلام، ملايين ايه وحيلته حاجه؟ بس لو حيلته ملايين هيشيلها فين؟ هو ما عندوش غير البيت بتاعه. الدندن على ايه يا سيكا اخويا حكم؟ انا عارفك ولا حاجه يا ابن عمي ولا حاجه، كفايه المره اللي فاتت جابني بالقفايه مش ناقصه. اسمع يا واد يا لبطي التوهوم. ايه؟ المعلم بتاعكم بيقول لكم الشيك بربع مليون جنيه، روح بقى يا اخويا انت وهو لاخته وجوزها وخليهم يتصرفوا يجهزوا المبلغ وروحوا له نيابه الصبح. الصبح؟ هنروح له الصبح. الظاهر الحكايه صح، ربع مليون وصح الصح كمان، يعني خزنة الأمان عند أخته. ليه؟ ليه يا حاج؟ ليه تعمل كده؟ كان لازم أتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. صدقني يا حاج، ده راجل أهتم ملوش سنان. بقول لك إيه؟ أنا سمعت كلامك كتير، والنتيجة إيه؟ اني بتوحل معاه اكتر. عايز مني ايه اكتر من ضياع اخواتك الاتنين بسببه؟ اصبر عليه لحد امتى؟ ده بني ادم ملوش عهد ولا كلمه، والسجن اتخلق لامثاله. وانت فاكره يعني هيخش السجن في حكايه شيك زي ده؟ هيتسجن، أنا واثق إنه ما معهوش فلوس، وإنت لو مديت له إيدك من ورايا زي المرة اللي فاتت هقطع لك إيدك واتبرى منك. أنا إسكان عليا يعني هعمل ودني من طين ودني من عجين، لكن أنا متأكد بقى إنه هيلاقي اللي هيسدد عنه الشيك، وساعتها هيخرج والحساب هيتقل والمشاكل مش هتنتهي. انت معايا ولا معاه؟ والله العظيم معاك يا حاج، انا عن نفسي نفسي يتهف تأبيده واخلص منه للابد، بس مش بالطريقه دي. منك لله، ما كان رايح في داهيه لولا تحذيرك له. انا كنت فاكر انه هيطلع بني ادم ويصوني الجميل والموضوع كده هيعدي بسلام، لكن طلع غدار، والغدر فيه حلال، بس غدر بقى ايه على حق كده، غدر يوديه في 60 داية تهمة ملهاش مخرج، مش حتة شيك يعني أي حد ممكن يدفعهوله. ومين ده اللي ممكن يسلفه ربع مليون جنيه؟ صدقني يا ابني مش هيلاقي اللي يضمنه ولو كان تاجر مخدرات زيه. الوحيد اللي ممكن ينقذه هو أنت. وحق جلال الله يا حاج ما هساعده، حتى صفية مش هخليها تشم خبر عن اللي حصل لأبوها. وأنا بقى ربنا يسامحني بكرة في تحقيق النيابة، لأني هنكر إني خدت الفلوس منه.
والفلوس هتفضل أمانة في رقبتي وحديهم لبنته. أنا خلاص اتفقت مع الأستاذ الطيب وحنمضي العقد الليلة في مكتبي يا جماعة. ياه، وإيه بقى موضوع الفيلم؟ الموضوع بتاعي. آه. ما يتكلم عنه صاحبه أحلى. اتفضل يا كاتب يا فندم، اتكلم براحتك. هو في الحقيقة يعني الفيلم بيتكلم عن القوة اللي موجودة جوه الإنسان واللي ممكن يستخدمها هو بشكل إما إيجابي أو سلبي، يعني حسب نفسه. ايوه يعني فكره تقليديه واتناقشت كذا مره قبل كده، يعني الانسان مخير او مسير معروفه. مين قال ان التقليديه فعلا هي المهم؟ المعالجه يا انسه، وان البني ادم يختار الحاجه اللي بيحبها من قلبه، مش كده برضو يا طيب؟ كده بالظبط زي ما هي قالت فعلا، كل انسان لازم يعبر عن نفسه. ايوه، ويا ريت حضرتك ما تنساش ان النفس دايما اماره بالسوء. لا اطمني يا انسه، برضو فكره الفيلم بتاعنا الرجوع للحق فضيله. انا بقول كفايه كده يا شيخ. وانا كمان برضو يا طيب، كفايه كده. يا شذا، ما هو انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل بينك وبين فتحي على طول. اجتماعات. انت يعني عايزه تشغلي نفسك والسلام؟ ده شغل بيني وبين ابني. يا سلام يا حبيبي، شغل ايه بقى؟ هو انا عبيطه ولا عبيط؟ وبعدين انت النهارده راجع مش طبيعي، كانك عامل عامله، في ايه بالظبط؟ عشان ترتاحي انا حبست عاشور وحيبات الليله دي في التخشيبه، وباذن الله هسكنه. هو ايه منصور؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني انت ريحي دماغك وخليكي دلوقتي في بيتك وفي عيالك. مين؟ طيب يا ماما. تعالى يا حبيب ماما، تعالى يا دنان. مساء الخير. مساء النور. حبيت اطمنكم بس ان انا رجعت. انت ايه يا ابني حكايتك؟ انت ما كنتش متعود تتاخر بره البيت بالشكل ده. يا حاج، ما انت عارف انا مش غاوي سهر بره البيت، بس اعمل ايه بقى؟ فجاه لقيت نفسي بقيت مؤلف ونجم كبير وصوري هتنزل في الجرايد. بص حضرتك العقد ده والفلوس دي كمان. الله، ما شاء الله ما شاء الله. يخسي الله أكبر، كام دول يا طيب؟ مش مهم كام يا فتحية، هو ابنك محتاج مش محتاج والحمد لله. المهم دلوقتي انه بالعقد ده بقى مؤلف رسمي. تخيل يا حاج، بالعقد ده بقى اسمي انا هينزل على كل تترات وافيشات الافلام، والنجوم الكبار هيقولوا كلامي وينقلوا افكاري. دي بقى لوحدها تستاهل اي تضحيات. ألف 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 مبروك يا حبيب أمك، ربنا كده يوسع عليك يا رب ويرزقك كمان وكمان. أظن بقى خطيبتك لما تعرف خبر زي ده أكيد المية هترجع لمجاري. تفتكر يا أمي؟ أنا بقى ما افتكرش. هتربي ايه وتمسحي ايه؟ هو احنا يعني مش حاسين بيكي من ساعه ما رجعتي؟ هو في ايه بس؟ انت اللي فيكي ايه؟ ابوكي مخلوق منك وموتره، وكل ده علشان ايه؟ انا ما اشتكيتش لحد. انت بدموعك دي انا اشتكيتش لطوب الارض، وكل ده علشان ايه؟ عشان حته ولد ما يستاهلكيش. مش هعرفك بقى، انا ربعيت عشان الطيب. امال عشان خاطر مين غيره؟ هو مش بابا قالك خلاص اعتبري مفيش حاجه حصلت واداكي فرصه عشان تراجعي فيها نفسك؟ يبقى ما اكبركيش على حاجه عشان تعيطش. خلاص يا ماما، بلغي بابا ان كل شيء انتهى وده قراري النهائي، مش هترجع فيه ابدا. انا سبته علشان واحده تانية تساعد وتحقق له احلامه. يا سلام، بالسهوله دي لقى واحده تانية؟ ليه، هو كان دون جوان عصره؟ يا ترى بقى يا ماما كل الرجاله كده بيجروا ورا اي واحده تشاور لهم حتى لو كانوا شاكين في سمعتها؟ الراجل اللي يسيب واحدة ويجري ورا واحدة تانية بسهولة ما يستاهلش الدموع دي كلها. مادام قررتي انك تنسيه يبقى تفوقي نفسك بقى وبطلي عياط. خلاص يا ماما،
انا مش هعيط تاني وطمني بابا عليا. في حاجة تاني، فريد البويا هيتجنن على ابنه وبيسألك هو ما اتصلش بيكي؟ يعني هيكون راح فين؟ انا قلبت عليه الدنيا، مفيش جنس مخلوق يعرفه الا لما اتصلت بيه، مفيش مكان ممكن يحلم اللي يروحه الا لما رحت دورت عليه فيه، للاسف اختفى ملوش اي اثر. حتى البنت اللي هو بيأتمنها على اسراره وقال لها انه هيتصل بيها علشان يطمنها، للاسف ما اتصلش بيها، يعني هي ما عندهاش قد فكره هو فين دلوقتي. يا سعاده الباشا ارجوك تساعدني، سافر بره ايه؟ طبعا لا ما سافرش، لو كان سافر كنت انا عرفت. ليه يا باشا؟ هو مجرم عشان يسافر تهريب؟ انا دلوقتي قدامي احتمالين ما لهمش تالت. الاحتمال الاولاني انه يكون حصل الجريمه والعياذ بالله، والاحتمال الثاني انه تكون طليقته هي اللي مخبياه، اصلها عندها فلوس وامكانيات وممكن توفر له كل حاجه. والله انا ما من ناحيتي احاول، ربنا يستر، لان انا حاسس ان هو بيتصل بيها علشان يفهمها بيعمل فيا ايه علشان خاطرها. ماشي يا حبيبي باشا، ربنا يكرمك، مع الف سلامه. احضر العشاء لسعادتك يا باشا. عشاء ايه بس؟ انت ازاي يا بني ادم انت ما تحسش بيه لما يجي ياخد هدومه ويعمل دبكه في البيت وانت ولا دريان ولا تديني خبر؟ يا فندم الفيلا مقفوله وانا كنت انا وزكية في المطبخ. انا هتجنن، ازاي ابني عنده القدره على الاختفاء الغريب ده؟ ده ولا قاعه المجرمين. اكيد الموضوع ده فيه سر وانا لازم اكتشفه. امشي من قدامي دلوقتي يلا. حاضر. ايه يا صفصة؟ ايه ريحة الحمام اللي اتجنن دي؟ استنى بقى لما تدوق وابقى قول لي رأيك ايه؟ من غير ما ادوق اكيد زي العسل. هو انت تعملي حاجة وحشة برضه؟ انما انت عمرك ما عملتيلي حمام قبل كده. ومين قال لك بقى انني اللي عاملاه؟ ايه جايباه جاهز كده بالطاجن بتاعه؟ لا ده معمول هنا في البيت. صفية هو في ايه؟ انا هقول لك بس ما تزعلش. أصل أمي جت هنا وهي اللي عملته. أمك؟ وإيه اللي عرفها طريق بيتها؟ أصلاً اديت العنوان لعمتي صفيانة وهي اللي جابتها وجت. وعمتك تقول لجوزها وجوزها يقول لأبوكي وما نحسش بالأمان في بيتنا. يا فتحي أني محرجة عليهم ما يقولوش لأبويا أنا ساكنة فين؟ وبعدين مش معقول أعيش مقطوع عن أهلي. يا ستي أنا مش ضد أهلك، بس بصراحة كده أهلك ما بيجيش من وراهم غير الهم، وإحنا ما صدقنا نرتاح بعيد عن الكل. خلاص امي عودة البلد ومش راجعه تاني، وعمتي صفيانة جده جده متخانقه مع ابويا، يعني مفيش حاجه هتقولها له. خلاص يا صفيه اعملي اللي انت عايزاه، بس افتكري لو اي حاجه حصلت بسبب اهلك هتبقي انت السبب. باذن الله مش هيحصل اي حاجه. اروح بقى احضر لك العشاء قبل ما يبرد. وقرنا غزال كانت منين دي؟ الو اديني اللواء نجم، قول للواء فريد البوهي. ايوه يا سعاده الباشا،
انا كنت بلغت عن اختفاء ابني تامر، لكن دلوقتي ما بقاش عندي شك في انه اتخطف. ارجوك يا سعاده الباشا تبعت لي فريق البحث الجنائي هنا على الفيلا، ما هو في اثار بتدل على صحه كلامي. لا يا سعاده الباشا، انا ما لمستش اي حاجه غير مقبض الدولاب، يعني هيجوا يلاقوا بصمات المتهمين. يعني بتعترف ان الامضة دي امضة؟ هنكر ليه يا سعاده البيع؟ ايوه امضتي ربع مليون انا واخدهم من الحاج منصور. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امر سيادتك يا فندم. ولما انت معترف ان الامضه دي امضتك، ما رجعتش فلوس لصاحبها تاني ليه؟ كنت طمعان اشغلهم في بضاعه جديده، كنت ناوي استورد براخ زي الجماعه، وقلت الراحة ايه يمكن الربع مليون ربنا يطرح بيهم البركه ويعملوا صرايات. المعلم عاشور معترف بحقك في الفلوس ومفيش مشكله. سعادتك يا فندم، المهم السداد بتسدد ولا لا؟ يعني حتى انا كنت طمعان انك تصبر علي شويه. اكتر من كده؟ ده شيك بقاله اكتر من 5 شهور من وقت ما خرجت من السجن. ايوه، ما انا استاهل كل اللي جرالي. انا اصلي زمان يا سعاده البيه كنت باكل مال الناس بالباطل، لكن توبه توبه من دي النوبه. مش عايز ملاوعه عاشور، وهو سؤال واحد بس، هتسدد ولا لا؟ طب ما تسال يا سعاده البيه، جوز اكون سددت قبل سابق وهو ناسي. امان عليك تساله. انت بتمطل ليه؟ هو لو كان اخدهم كان بيتهمك ليه؟ وما خدتش منه الشيك ليه ما دام سددت؟ سهو جل من لا يسهو ولا ينام يا سعاده البيه. اساله. اخدت الفلوس منه قبل كده يا حاج منصور؟ طبعا لا، هتبلى عليه. صادق اخويا، صادق وانا الكذاب. وعشان كده يا سعاده البيه انا هدفع الفلوس ودلوقتي قدامك. بس يا ريت تنادم على اختها، هي واقفه برا في الطرقه معاها شنطه الفلوس، اسمها سفيانة ناجي الصمتي. يا عسكري دخل سفيانة ناجي الصمتي. ما تاخذنيش يا حاج منصور، اصل جه ببالي تعيالي اني رجعت لك فلوسك. انا اصلي بتعامل في السوق مع التجار بكلمه الشرف، كلمه الرجاله. القانون ما يعرفش الا المستندات والادله. القانون على راسي من فوق يا سعاده البيه. سلامات يا عاشور. حط الشنطة قدام سعادة البيه عشان الحاج منصور يعد فلوسه ويعرف ان احنا ما بناكلش حق حد. تفضل يا بيه، افتح. عد فلوسك براحتك يا حاج منصور. بس يا امانة يا حاج، قبل ما تمد ايدك تحلم قدام سعادة البيه انك ما خدتش الفلوس دي مني قبل سابق. انت هتهرج يا عاشور؟ ده جزاتي اني مديت لك ايدي وقت زنقتك. ربنا ما يرميك بديقة ولا يحكم عليك ظالم. بس بعد ما تطمن على فلوسك لفين الشيك بتاعي يا اخويا؟ الشيك اهو مع سيادة الوكيل، وانا مش بخونك. عد فلوسك زين يا حاج منصور، ده الربع مليون جنيه، وافتكر ان القرش الحرام بيدخل على صاحبه بالخراب. تقصد ايه يا معلم عاشور؟ احنا نسايب يا سعاده البيه ومش هنقض ببعض. ده حتى من لحمي واخدها ابنه بالحلال. وربنا يكفينا شر الحرام، حكم شر واعي قوي. يا فندم تشكريني سعادتك خالص يا فندم، بعد اذن حضرتك. فلوسك كان وشها حلو عليا يا حاج منصور، ملت بيتي بركه، والبركه هتحل عليك باذن الله. قول ان شاء الله. بالاذن سعادتك فندم. اتفضل يا حاج منصور. وانتوا كمان تقدروا تتفضلوا. بالله على السلامه يا منصور. ازيك يا شباب؟ يا معلم عاشور. خبر ايه يا عاشور؟ بالاذن يا فراغ. عايزاه تاني. خد الفلوس بتاعتك. ايه؟ ما يلزمنيش. انا بس حبيت اخليك تعرف
أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ لا، الفلوس دي بالذات مش هاخدهم عشان تحطهم بشنطتهم جنب شنطة المرحوم ولدي وتقعد تفكر متى هاجي أخدهم وأخد روحك وياهم. أنت عارف كويس إن أنا مش عايز منك حاجة. اسمعني مليح منصور، أنا هجيلك لغاية عندك في مكتبك وأنسى كل اللي عملته معايا، أقعد معاك راجل لراجل ونتحاسب، وصدقني هتكون آخر فرصة ليك عشان تنفذ بجلدك من تحت يدي، وأحسنك تطاعني. يعني مش هتاخد الفلوس؟ ذنب فوق ذنب، يبقى حداك ذنبين في حقي، ودول حسابهم هيبقى مر علقة. راجل كبير. عمري ما حسيت بنفسي صغير كده. عموما البصمات اللي على المطوة هي اللي هتحدد اذا كانت بتاعة تامر ولا لا. انا واثق ان ابني عمره ما مسك حاجة زي كده في حياته، بعدين دي ارض غزال ما يمسكهاش غير المجرمين. احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة ولا نوصل لحاجة الا اذا كنت انت تساعدنا وتقول لنا مين اللي يجرؤ ويدخل فيلا فريد البوهي ويخطف ابنه. مش عارف، لكن اكيد انسان قلبه ميت. عايز اقفل القضية القديمة بتاعتي اللي اتقفلت على ثغرة صباعي دلوقتي عليها. بنقولك انها اتقفلت يا فريد باشا، احنا بينا حساب طويل لسه مفتوح. عاشور، عاشور الصمتي. مين عاشور الصمتي ده يا باشا؟ ده مجرم تاجر مخدرات من الصعيد كنت قبضت عليه، وابنه اتقتل على يد واحد من صبيانه وبيحمل لي انا المسؤوليه. طب هو يعرف بيتك منين؟ اكيد عارف كل حاجه عني عن طريق شريكه منصور شحاته، لكن للاسف ان منصور شحاته ده كان في يوم من الايام حبى ابني. كده تبقى دوافع الجريمه كلها اتضحت. انا هستصدر امر باستدعائهم هما الاثنين، يمكن نوصل معاهم لحل. وعندك سيف ريسك على ميه بيضة للمعلم ابنوبي. اهلا يا معلم ابنوبي. اهلا يا معلم. ريحني يا معلم ششتاوي، قول لي والدك عتريس فين؟ زمانته جاي، اطمن يا معلم. المعلمين كلهم كلوا وشي، بدهم يطمنوا على البضاعه، والراجل تبعكم ده اللي اسمه عاشور شكله ما يطمنش. المعلم عاشور معلم كبير قوي وجد كلمته. ها عتريس ولدي جه هيطمن. السلام عليكم. اهلا اهلا بالمعلم والد المعلم. كيفك يا معلم ابنوبي؟ حالي لا يسر لا عدو ولا حبيب من يوم ما سلمتك دجني وانت سلمت رقبتي لقريبك. ليه كل ده بس يا معلم ابنوبي؟ تعال تعال اقعد معايا جوه شويه، انا عايزك. اتفضل يا معلم ابنوبي. هات الشيشه يا بلبل. اتفضل. ايه يا عم؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ده الموضوع كله يومين، اشمعنى يعني الفولي كنت بتصبر عليه اسبوعين؟ لا، المعلم فولي راجل زين الزين ومواعيده اخر تمام، لكن الجدع قريبكم ده اللي اسمه عاشور مش ماله هدومه، باين عليه طمع في 2 مليون جنيه وهرب. لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط يا معلم ابنوبي، الراجل من حقه يأمن نفسه ويأمنك معاه، ثم كمان يعني البوليس عينه عليه. واه ايوه، وانا اللي يخليني ارمي فلوسي مع راجل البوليس حاطط عينه عليه؟ لان انا وانت محتاجين اللي معاه. اه، متى هيسلمني ان شاء الله؟ انا هتصل بيه واستعجله، حقك محفوظ ما تقلقش، بس عشان خاطر معلم ما تزنش كتير. ثانيه واحده اقول يا ابوي، كنت عايز ما تدخلش معايا. سيبه يا عاطف، المعلم عاشور عنده ميعاد معايا وانا اللي حددته بمزاجي. تمام تمام، ما قلناش حاجه. اتفضل اتفضل. تشرب ايه؟ حضرني معسل. هلاقي عندك؟ لا بقى معلش، طلبك ده تلاقيه في القهوه
مش في سوبر ماركت محترم. بسيطة، نقلب قهوة وننبسط كلنا. لا، الظاهر ان انت بقى معمر الطاسة على الاخر وهتقرفني معاك. معمر الطاسة ومعمر الطبنجة وبجيبها. اسر الكلام، عايز ايه انت بالظبط بقى؟ عشان انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. جايز زي الوقت، لكن بعد كده هتلاقي وقت كبير قوي مش هتعرف تعمل فيه ايه. اصل انا وريحك من هم الشغل. قصدك على الكلام الفارغ اللي انت بعتهولي مع فتحي؟ انت متهرج. الحق ما فيهوش تهريج يا حج، وانا حكمت حكم ما فيهوش لا نقد ولا طعن، وقلت لك حقي عندك السوبر ماركت ده. كل قرش هنا انا عملته بعرقي وشقايا، ولا انت فاهم اني كنت شغال عندك؟ وعرقك هتاخده؟ انا هديهولك السرايا ومكتب الاستيراد، وانا هاخد حقي السوبر ماركت ده وشنطة الفلوس اللي عندك عشان ارحمك من ذنبي. انا كنت قدرت حقك بزيادة 1,000,000 جنيه، لكن انت بقى رفضت النعمة وخلاص زالت من وشك. حسب ملابزك يا حاج، عيبك دي. ايه حمار انا اياك عشان ارفض؟ عاشور، انت مالكش حاجة عندي، واحمد ربنا ان بنتك متجوزة ابني وهتعيش في خيري انت وبنتك. ما تخافش، مش هقتلك. دي طبنجة صوت شايلها عياجة، مني متعود على شيل السلاح، وهنا في مصر ممنوع، يعني طبنجة عيرة. وانا ما بتهددش يا عاشور، انت مالكش حاجة عندي وده اخر كلام. يا راجل يا راجل، حرام عليك، ده ما الناس غلابة، خاف من ربنا. دي حاجة بيني وبين ربنا، انا دلوقتي ما بقاش عندي شك ان رأي الطيب ابني هو اللي صح، وان الحق اللي في رقبتي هو حق القانون والحكومة مش حقك انت. انت مالكش حاجة عندي. اكده بسيطة. من عناية التنين ليك عليها، اجيب لك الحكومة كلها لغاية هنا وتاخد اللي وراك واللي قدامك، وفوق جديد تحبسك كمان. لو عندك دليل ضدي قدمه، لكن انا بقى عندي ادلة كتير قوي ان كل حاجة هنا ملكي ومن عرقي وشقايا. الحكومة لما هتيجي مش هتدور على ملكك، هتدور على اللي جوا ملكك لغاية ما تلاقي المستخبي، وساعتها تكنس اللي وراك واللي قدامك وهينقبض عليك، ووقتها الروس تتساوى، ولا تعايرني ولا عايرك، الهم اخوها يطولني ويطولك. قصدك يا عاشور هو تلفيق التهم بالسهولة دي؟ اسمع ما اقولك يا منصور، روح على مكتبك وافتح الدرج اللي على اليمين ده، دعبس فيه هتلاقي كيس كد كده ثمنه في الجملة 10,000 جنيه، وفي القطاع 15,000، اغسل جواه 100 جرام هيروين. بتقول ايه؟ اصبر اصبر اما اكمل كلامي. جوا الخزنة بتاعتك فيه كيس جواه 200 جرام تمنهم، ولا اقول لك احسبها انت بمعرفتك، هذيك عرفت الاسعار، اضرب في 150 طوالي. مستحيل، جوا خزنتي. خبي يا منصور، الله يخرب بيتك، ايه عايزهم يقبضوا عليك قبل اوانك يا ابوي؟ نفسي نفسي تتعلم وتتودك على الكار بتاعنا. الحاجات دي دخلت هنا ازاي؟ هاتهم، انت ما تعرفش قيمتهم. ده تلفيق. ايه وانا اسكت، ما باعش ولا ايه؟ وعايز اعرفك حاجة هتبسطك على الاخر،
السوبر ماركت بتاعك ده ملان مخدرات ومن نفس النوع اللي بلغت عنه وراح فيها الفول الله يرحمه. يعني الحكومة هتتأكد انك صاحب البضاعة اللي لقيوها مع الفولي وعديك على يتصرالك. السوبر ماركت اللي مستخسروا فيه هيتشمع وفلوسك هتتصادر، ما هي جاية من تجارة المخدرات والحق هيعود على اصحابه زي ما انت ولدك الطيب عايزين. رد علي يا عاشور لحسن اقتلك واشرب من دمك. الحاجات دي دخلت هنا ازاي؟ ايه اللي وصلك لخزنتي؟ اتكلم فتحي ابني مش كده؟ قصدك المعلم فتحي اللي ضحك عليك انت في ايطاليا وسرق منك نص البضاعة وخلاك تسلم الحكومة النص التاني. فتحي ابني يعمل كده؟ يخون ابوه معاك؟ امال انا جوزته بنت ليه؟ عشان طلع معلم على حق. فتحي ابني انا يعمل كده؟ يخوني؟ مش ممكن، مستحيل. ده انا سافرت عشان انقذه. ابني انا تاجر مخدرات. انا هتجنن. اسمع يا منصور قبل ما تخربط في الكلام، اسمعني كويس، مش هينجيك من الورطه اللي انت فيها غير انك تمضي على العقد ده وتنفذ حكمي وتآمن ان محكمة عاشور الصمتي ما فيهاش لا نقد ولا إبرام. ورفعت الجلسة. فتحي، كل المعلومات بتؤكد وجود عداوة بين عاشور ومنصور، لدرجة ان منصور اتسبب في حبسه ليلة امبارح بعد ما قدم للنيابة شيك بدون رصيد كان مضيع عاشور. طب انا عايز اطلع على التحقيق ده. المهم ان بقى التحريات بتقول ان عاشور رجع لتجاره المخدرات على كبير، لدرجه انه بيوزع بالجمله وواخد فلوس مقدم من تجار لحساب بضاعه جديده. واخد مقدم؟ صعب قوي تجار المخدرات ما يثقوش في بعض بالسهوله دي الا لو كانوا تجار كبار قوي. على العموم احنا هنبلغ مكتب مكافحه المخدرات بمعلوماتنا دي وهم بقى هيشوفوا شغلهم، لكن الاهم ان مفيش اي دليل يقول انه له علاقه باختفاء ابنك. جايز كلف حد من بعيد، لكن محدش يجرؤ على التفكير ده غيره هو. صدقني ده صعيدي والطار في قلبه نار. اطمن يا باشا، دي قضيتنا كلنا، ولو دخل الشك عندي 1% مش هعتقه. انا عايزك تطمن ان شاء الله كل شيء هيبان بعد ما البحث الجنائي يوصل لصاحب البصمات، وعلشان نوفر عليهم الوقت والجهد اديناهم اسماء كل المشبوهين حوالين عاشور الصمتي. كان نفسي اخدع نفسي واقول ان ابني اختفى بارادته، لكن مش قادر. المنطق بيقول انك لازم يتصل بيا باي وسيله، ان شاء الله عن طريق هبه السمان. انا ربيته على كده. اتمنى من كل قلبي ان يكون اختفائه دلع مش جنايه. الدلع مقدور عليه. دلع؟ اهو ده يستحيل، لانه ابن فريد البوهي. بابا يا حاج، في ايه؟ انت لا ابني ولا اعرفك. روح للمعلم بتاعك كله نجوم السبع قربله من انه يطول حاجه مني. يا بابا يا بابا ارجوك اهدى شويه. حصل ايه عشان ده كله يا اخويا؟ المجرم ده يمشي من هنا، مش عايز اشوف وشه الخاين. طب قوم معايا دلوقتي بقى يا فتحي. يمشي اطلع بره، ما يعتبش هنا تاني. يا حاج يا حاج، انت اكيد ظلمني. ظلمك؟ انا مش عايز اتكلم قدام امك واخواتك، كفايه فضايح. ما انا لازم اعرف انت بتضربني ليه. لو انت مش عايز تتكلم عشان فضايح انا مش خايف من اي حاجه، لاني واثق من نفسي. شفتوا البجاحه؟ شفتوا البجاحه؟ يا بابا يا بابا ارجوك خلينا نهدى شويه نتكلم مع بعض. جايز في سوء تفاهم نقدر نزيله. ايوه منصور، نتكلم يا اخويا مع بعض ومفيش اسرار تستخبى علينا. بس يقول لي الاول هو بيضربني ليه؟ يواجهني يقول لي انا عملت ايه؟ اسكت يا فتحي. لا مش هسكت يا عم، انا ما ضربتش. منصور يا اخويا، لو ابنك غلطان يا حبيبي مش هيطلب انه يواجهك. ابنك البكري البجح
بيتاجر في المخدرات. يا لهوي كد كد والله يا حاج. انا لا تاجرت في مخدرات ولا شريت مخدرات ولا بعت مخدرات ولا لمستها حتى بايدي ولا هربتها ولا التهريب مش تجاره يا معلم. اتكلم يا فتح اتكلم امتى. والله يا حاج انا كل اللي عملته ده عشان احميك واخلصك من اسم عاشور ده، بس حظي وحش بقى، الراجل ملوش كلمه وبيرجع في كلامه، لكن انا ما سبتوش يا حاج. انا مش عايز كتر كلام، انا عايز منك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. انت استغفلتني وسرقت نص مخدرات الفولي وهربتها وسط الاسمنت ولا لا؟ انا حاج جزفت بحياتي عشانك، كنت مستعد اضحي بمستقبلي عشانك عشان اخلصك واحميك من الهم ده، لكن انا لا تجرت بمخدرات ولا شريت مخدرات. انا قلت لنفسي البوليس ما عرفش كميه المخدرات بتاعت الفولي، قلت خلاص يبقى من دقنه وفتله وابقى خلصت من عاشور بالمره. يعني الكمين اللي اتعمل لك على اول الطريق كان على حق، وان المباحث كانت عارفه انك بتهرب بقيه المخدرات وتقول لي بلاغ كيدي. محدش كان يعرف الموضوع ده غير عاشور، لكن لولا ان انقذني وخد مني شنطه المخدرات كان زمان الكمين ظبطه معايا، لكن الحمد لله ربنا ستر لاني مش في نيه تجاره، انا كان كل همي اخلص منه بس. انت كده بتساعده انه يكبر وانه شره يزيد. ايه الجهل ده؟ وراه امشي راسك بس يتعرف. طب والمخدرات اللي خدها عاشور راحت فين؟ ما اعرفش، هو كان المفروض ياخدهم ويبعد عننا خالص، يروح في 60 داهيه، لكن حصل العكس، رجع شيكه بمليون جنيه وطمع في المحل لانه عامل نسخه من مفاتيحك وانت مش دريان، عشان يدخل بيها السوبر ماركت ويخبي جواه المخدرات وفي مكتبي وفي خزنتي عشان يسجني وضيع اللي قدامي واللي ورايا ويشرد امك واخواتك. طبعا انت ما يهمكش لانك مأمن نفسك كويس قوي، باني مول تجاري في 6 اكتوبر وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يعني ايه يا منصور؟ فهمني يا اخوي، هو المول التجاري ده مش يعني السجل التجاري؟ لا، دي حاجه كده زي السوبر ماركت بتاعنا، بس قد ويجي 3-4 مرات، سوق يعني في من خيرات ربنا اشكال والوان. سوق كبير؟ منين يا ابن بطني؟ من شاع عمري ياما، من تعب السنين اللي فاتت، من اللي رميتها على الصفا في المينا. مشروع كنت عرضته على ابويا زمان ورفض، قلت اعمله لحسابي بس لسه ما كملش، محتاج ملايين. وجبت الملايين اللي صرفتها عليه دي منين؟ سرقت حق اخواتك ولا تجرت في المخدرات؟ اسرقك ازاي يا حاج وانت بتحاسبني بالمليم وبالسحتوت؟ يبقى كنت بتتاجر في المخدرات عشان كده حبيت بتتاجر المخدرات، الدم يحن. ياما وانا كنت بتاجر في المخدرات كان عاشور ده ضحك عليا. اسر الكلام، انا كشفتك قدام امك واخواتك عشان لما اقول لك يلا امشي اطلع بره البيت ده ما بقاش ظلمتك وحسك عينك تهوب ناحيه البيت ده طول ما انا عايش. ماشي يا حاج، انا هطلع بره، بس لو عملت اي حاجه غلط هتكون انت السبب، لان انا مش هسيب عاشور ده يضحك عليا وعليكم حتى لو قتلته. لا فتحي ارجع يا ابني، ما توديش نفسك في داهيه يا فتحي. يا فتحي كده يا منصور هتضيع الواد مني يا منصور، بدل ما تحميه وتاخده في حضنك بترميه العاشور. اسكتي اسكتي، ده واد خاين قليل الرباية، انا ارمي نفسي في النار عشان احميه وفي الاخر يدلو عليا بنزين عشان اولع اكتر. ولسه كلنا هنولع مادام القرش الحرام موجود في بيتنا.